18 سنة مضت منذ أن ودع ساحر الشاشة الجزائرية يحيى بن مبروك محبيه، أو لابرانتي كما يحلو للجميع تسميته. برانتو sono signore Spina del Milan e desiderar parlare con il signor Watson. رب صدفة خير من ألف ميعاد، هو ما ينطبق على بداياته عام 1940، يومها استنجد به لتعويض ممثل على خشبة المسرح وعمره لم يتعدى 12 سنة، ليكون طوق النجاة وانطلاقة لاقتحام عالم الفن السابع بتقمصه عديد الأدوار حتى عام 1958، فكان أحد مؤسسي الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطنية. قصة غرام يحيى مع الركح استمرت بعد الاستقلال، ليزاوجها بانطلاقة سينمائية عام 1967، في سلسلة أفلام المفتش الطاهر، لتعانق قلوب الجزائريين وتجعل منهما الثنائي الكوميدي الأكثر شهرة في تاريخ الفن الجزائري. وقائع سنين الجمرة، الطقس المخفي، الحافلة تسير، وعديد العناوين الأخرى أبدأ الراحل بتقمص أدوار البطولة فيها، لكن حنينه لعطلته مع المفتش دفعه لإعادة الرحلة من جديد ولو وحيدا في فيلم عطلة لابرانتي عام 1999. باش نحس روحي تعفيق فبلا يدين هكذا كان. توفي لابرانتي بعد صراع طويل مع المرض يوم 9 أكتوبر من عام 2000 عن عمر ناهز 76 سنة، ليغادر مع الراحلين في رحلة لا عودة، لكن اسمه ظل خالداً. تبقى على خير.